كليه هندسه جامعه القاهره قسم هندسه طبيه. كان عندنا فكره ان احنا عايزين نصنع اجهزه طبيه هنا في مصر وعملنا نموذج اولي. جينا للاكاديميه، الاكاديميه رحبت بينا وقالت لنا احنا هنمول الموضوع ده وهنصنع العينات التجريبيه ونجربها. وبعد كده الناس في الاكاديميه خدوا الموضوع للنيكست ليفل ان احنا لازم ناخد شهاده جوده معتمده عالميا ان احنا الكلام ده فاليد، الكلام ده يقدر يتطبق فيه والناس تستخدمه بشكل دوري في المستشفيات وايه والمراكز العلاجيه وخلافه. دي هي القصه باختصار. الجهاز عباره عن ايه؟ جهاز منتشر بيستخدم بكثره في مصر. بنتكلم على حجم سوق تقريبا في مصر حوالي 20 مليون دولار، حجم سوق في افريقيا بحوالي 150 مليون دولار. الجهاز هو بيراقب الاشارات الحيويه للمرضى ذوي الحالات الحرجه زي رسم القلب، نسبه الاكسجين في الدم، الضغط ودرجه الحراره. بيستخدم في اوض العنايه المركزه، العمليات، اقسام الطوارئ في المستشفيات. كل دكتور في المستشفى بيستخدم الجهاز ده بشكل او باخر. فمن هنا جت الفكره ان احنا لازم ننقل التكنولوجيا دي لبلدنا ونصنعها محلي، خصوصا ان الناس اللي مصنعه ليها كلها ناس من بره، من بره المنطقه بتاعتنا خالص. طيب الصور اللي موجوده دي احنا بنتكلم على حاجات في الفيلد فعلا. من الشمال هي مستشفى المعادي العسكري، اللي بعديها مستشفى الجو التخصصي القوات المسلحه، اللي بعديها هي القصر العيني، وحده شريف مختار. تمام. فاحنا بنتكلم على ابلكيشن حقيقي شغال، الناس بتستخدمه يوميا وبيجي لنا فيدباك. عملنا كلينيكال ستادي فيها اكتر من 50 بيشنت بيقارن بينه وبين الموديلات الاجنبيه. بنتكلم على براندات نيم، شركات كبيره. احنا بنتكلم على جوده 95% نتائج مقاربه للايه للنتائج دي. سوري ماشي. طيب الخطوات القادمه للتطوير، احنا الجهاز دلوقتي بينتج فعلا وبيتباع، الحمد لله رب العالمين. ابتدينا نبيع كمان بره مصر، بعتنا عينات للمغرب وتونس والامارات، فدي خطوه الحمد لله موجوده. ودلوقتي احنا بايه شغالين في مصر بنبيع عادي الجهاز. احنا دلوقتي في صدد ان احنا نعمل حاجتين، نعمق شويه مكونات بنشتريها من بره بالتعاون برضو مع اكاديميه البحث العلمي. بعض المكونات بنشتريها ان شاء الله هنصنعها هنا، بيبقى نوصل لنسبه يمكن اكتر من 80% تصنيع محلي. بنتكلم على كمان هنعمل نسخه تخدم قطاعات اخرى زي الطوارئ والاسعاف، لان دي نقطه برضو ثانيه الناس محتاجاها. احنا بنتكلم على ان الجهاز، احنا بنتكلم على مواصفات ما بنقلش عنها، لازم يكون كل حاجه ايزو سي اي مارك، حاجات زي كده. النقطه اللي احنا بنتكلم عليها ثانيه ان احنا نخش في مجالات ثانيه غير الاجهزه دي ان شاء الله، خصوصا في مجال الاطفال المبتسرين واجهزه التنفس الصناعي، لان دي فيها لاج كبيره جدا جدا في مصر. فان شاء الله احنا عندنا خطه باذن الله خلال السنتين الجايين هيبقى فيه بروتوتايب للكلام ده بحيث ان احنا نعمله. فهي دي اللي انا بتكلم عليه، ان احنا تجربه انا الناس كلها نفسي تعرفها. احنا ما نعرفش حد في اكاديميه البحث العلمي خالص، زي ما بقول دايما جينا خبطنا على الباب بتاعهم، احنا عندنا منتج، عندنا كذا، الناس ساعدتنا وما ترددتش. اي حد بياخد الامور بجديه الناس بتساعد. هي دي النقطه اللي انا نفسي الناس تعملها. ويبقى في عندنا المجال، الاجهزه الطبيه مصر بتستورد بحوالي مليار دولار اجهزه طبيه في السنه. احنا الاجهزه الطبيه مش صناعه هاي تك، لكن مش محتاجه بنيه تحتيه رهيبه. ممكن بالبنيه التحتيه اللي موجوده حاليا نقدر نصدر ونبقى من الدول الرائده في المجال ده في العالم كله.